فزي ما قلنا اللعبة دي جميلة جدا، أنا مش عارف أبتدي الكلام من فين، يعني أقول إيه مثلا، يعني مثلا الموسيقى، الموسيقى بتاعتها حلوة جدا، يعني بتريح الأعصاب كده وبتدي ريلاكس وهدوء كده. الواحد يعني مستني إيه من اللعبة غير إن الموسيقى بتاعتها تبقى حلوة، وكمان النط بتاعها جميل وبتاع، يعني ما مسكتش، مش مشكلة مش مشكلة، يعني إحنا يعني مش هنعيد حتة كبيرة، يعني ما عرفتش تمسك البتاع. فنقول تاني مثلا الموسيقى، فنقول ايه الموسيقى يعني فعلا جميلة، انا بجري كده فرحان بالموسيقى، والجرافيك اللي احنا شايفينه جميل ده، فيعني مش عارف يعني اهو استنى اجيبها بس كده، هو في ايه؟ أنا ماشي، مش مشكلة مش مشكلة مش مشكلة. فاللعبة واحد نسي كان عايز يقول ايه، الموسيقى الموسيقى جميلة وبتهدي الاعصاب تمام، وانا ماشي فرحان والدنيا. فالمهم بقى يلا نخلص بقى وبعدين يا بنت فقلنا الموسيقى زفت حلوة وبتهبب الأعصاب والدنيا بتبقى جميلة، والواحد مستني إيه في لعبة مقرفة زي كده، إن أنا أقعد أجري وأقعد أعيد تاني مليون مرة علشان أعدي حتة صغيرة. نخلص بقى، يلا بقى نطي، يلا يا لهوي انا مش هعيد لا انا بالنسبة لي كده كفاية، واللعبة وحشة وخلاص. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ ورجعنا لكم على اللعبه الجديده اللي لسه نازله من يوم تقريبا، اللعبه اسمها كينا بريدج اوف سبيريتس. الشركه اللي عملت اللعبه دي اسمها امبر لاب، وهي نزلته على البلاي ستيشن 4 و5 والويندوز. شركه امبر لاب اول ما ابتدت كانت عباره عن 14 شخص، وكانوا شغالين في مجال الاعلان الاول لحد لما جم سنه 2016 وعملوا فيلم قصير، وكان الفيلم ده مبني على عالم ليجند اوف زيلدا ماجوراس ماسك، وكان اسم الفيلم تيربول فيت. والصراحه الفيلم ده كان جميل جدا، وبعد الشغل الجميل اللي عملوه في الفيلم القصير حسوا ان موضوع الجيم بروجرامينج او تصميم الالعاب هيكون الخطوه الجايه للشركه، وبالفعل ابتدوا في تصميم لعبه كينا بريدج اوف سبيريتس. واللعبه كانت متحدده ان هي كانت هتنزل في اواخر سنه 2020، لكن بسبب المشكله اللي بيواجهها العالم اللعبه اتاجلت اكتر من مره لحد ما نزلت من يوم. This is my home, my village. اول حاجه حلوه فيها الكومبات او المعارك اللي في اللعبه دي، فكنا هنا لما بتحارب الوحوش بتخلص الغابه من الكوربشن او الفساد، ولما بعد ما تنتهي من الاعداء الغابه بترجع لطبيعتها تاني. فستايل المعارك الصراحه شفناها في العاب قبل كده كتير، ففيها اللايت اتاك والهيفي اتاك اللي هو الضربه الخفيفه والضربه الثقيله تمام، والتشكيل ما بينهم، بالاضافه كمان للكائنات الصغيره اللي اسمهم الروت اللي كنا بتكتشفهم في الغابه بيساعدوها كمان في المعارك. اما بالنسبه للكات سينز في اللعبه او المشاهد السينمائيه اللي في اللعبه، الصراحه جميله قوي وحلوه جدا، وزي ما انا قلت في بدايه الفيديو ان ده تخصص الشركه المطوره للجيم. فالحته بتاعت الفيديوهات والمشاهد السينمائيه اللي في اللعبه تعتبر تنافس وبشده الشركات الكبيره المطوره للالعاب. فالشخصيات والصوت والانيميشن وحركات الوش بتاعت الشخصيات جميله جدا، وبتخليني احس وانا بتفرج عليها ان هم قربوا من مستوى بيكس في الأفلام والأنيميشن. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. اما بالنسبه للبازل في الجيم ده ما تعتبرش بازل قوي علشان سهله جدا وما بتاخدش وقت خالص في التفكير عشان الحل، ومعظم انواع البازلز ان انا بخلي الروت يساعدوني في التخلص من الكوربشن او الفساد اللي في الغابه عشان يخلوني اوصل للمناطق السريه او يفتحوا لي الابواب او يساعدوني ان انا اخش في المراحل اللي بعد كده في اللعبه. ها
اما بالنسبه للجرافيك ورسومات وقت اللعب فتعتبر حلوه مش وحشه، وخصوصا ان الجيم ده يعتبر اول اعمال شركه امبر لاب، وان عدد العاملين في الشركه دي قليل جدا، فشركه صغيره بالحجم ده وتطلع جرافيك وجيم بالمنظر ده الصراحه شغل جميل جدا وحلو. اما الموسيقى في اللعبه دي فهي موسيقى جميله جدا، وبتختلف المقطوعات حسب اللعبه سواء انا في وقت المعارك او وقت ما بحل بازل او وقت انا ما بجري وبستكشف عادي، وده يرجع الفضل لجيسون جالتي اللي اخذ الفايب او روح الموسيقى من عالم ليجند اوف زيلدا وحطها في الجيم ده بطريقه جميله جدا. خلاصة الكلام، لعبة كينا بريدج اوف سبيريتس لعبة مفاجأة ومفاجأة من النوع الحلو. تقييمي للعبة كينا بريدج اوف سبيريتس هو 8/10، واللي لعب اللعبة وعجبته ياريت يقول لنا في الكومنتات السبب عجبته ليه، واللي لعب اللعبة ومعجبتوش ياريت يقول لنا في الكومنتات السبب علشان نتناقش مع بعض، وسلام. You are the one who does not belong. I will never abandon my people.